نصبح على دينا، طمنا على حاله الطقس. صباح الخير عليك يا دينا، كل سنه وانت طيبه. صباح الخير محمد، صباح الخير يا بسنت، صباح الخير على كل مصريين في كل مكان. كل سنه وكل مصر طيبه وبخير دايما وفي نصر وكرامه دائمه باذن الله. بالفعل انتصار العاشر من رمضان هيفضل نقطه مضيئه في تاريخ بطولات مصر، بتوارثها الاجيال وشاهد على قوه واراده الجيش المصري العتيد، كمان هو درس في الانتماء وحب تراب الوطن، وانه لا اعلى ولا اسمى من التضحيه في سبيل الله من اجل الوطن. رحم الله شهداء مصر الابرار الذي زادوا عن ترابها ودفعوا عن أرضها وضحوا بأرواحهم. التحية لكل شهداء الوطن اللي حققوا النصر العظيم واستلهمنا منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن والاستعداد الدائم لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة.